بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم. المصيبة إنهم فاهمين بيعملوا إيه بالظبط. إبراهيم أهلا بيك يا باشمهندس. أهلا بيكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم والحلقة 691 لقاء الاثنين من ملك وكتابة. والمصيبة إنهم عارفين إنهم بيعملوا إيه بالظبط. يعني أنت كنت بتحكي لي ودي يعني ده آخر السلسلة. أي وإحنا داخلين إن واحد محسوب إنه يعني إعلامي موزون ولكنه مش أهلاوي. أي وكان يلح وكأنه مصدر الأخبار بأخبار خادعة مقصود بها إحداث البلبلة أن الأهلي بصدد الاستغناء عن كهربا وهيجيب وأجايه كهربا وأجايه كهربا وأجايه. اوعى تفتكر انه مش فاهم، انت تيقن. احكي لي. هحكي لك وهحكي لكم حاجات كتيره جدا في هذه الحلقه المهمه، لكن مبدئيا هذه ابرز العناوين. مقالي ومقاله درس في الهجاء للساده النبهاء. الغربال فن المؤامرات في ألعاب الصلاة. وبعظمة لسانه قل يا سيد وسمعهم. الشموع الحمراء السياسي العاشق. وأسرار الملك عن الهداف الصامت. وأخيرا مجلتنا من 40 سنة. ده المحتوى اللي هنناقشه مع حضراتكم النهاردة، لكن المهندس عدلي في البداية أشار إلى جزئية حد من الزملاء، وأنا هنا خلينا نتكلم في جزئية علاقة الأهلي بالإعلام تحديدا، لأنك أنت فسرت أن المصيبة أنهم ما عارفين أنهم عايزين إيه. تابعنا في الفترة اللي فاتت تبرم وغضب نادي الزمالك الشقيق من قيام أحد الزملاء الإعلاميين بنشر خبر قالوا في برنامجه عن مفاوضات أو عن قيمة عقد أيا كانت، وفجأة حصلت غضبة كبيرة جدا، وحصلت مقاطعة لقنوات أون تايم سبورت، وحصلت مشكلة كبيرة جدا استدعت صدور بيانات واعتذارات، والزميل اعتذر، وقيل ضمن ما قيل من تفسيرات أنه ده كلام بيهز استقرار الفريق وبيولد ضغينة بين اللعيبة وبيأثر على الفريق في مرحلة مهمة، ومعاهم الحق. الزمالك وهو بيدافع عن حقه في هذه الجزئية وينتقد ثوابت إعلامية بيتم تجاهلها، هو معاه كل الحق، بيحافظ على فرقته ويداري على شمعته. محدش يلومه، وقدر يتكلم لغاية لما استصدر اعتذارات و و و لكن الكيل بنفس المكيال. الجزئية اللي أشار إليها المهندس عدلي، ألاقي المواقع كلها متناقلة نقلا عن الزميل إبراهيم عبد الجواد في برنامجه في أون تايم سبورت نفس الكلام، بل يمكن الاجتهاد في جزئية الأهلي بيفاوض اللاعب الفلاني جزء من الاجتهاد، حتى وإن كان مردود عليه أو يمكن تأكيده أو نفيه. لكن المشكلة الأهلي مقبل على مباراة الدور النهائي في دوري الأبطال. الأهلي مقدم على خوض 5 أو 6 مباريات بدون 6 7 لعيبة أعضاء المنتخب الأولمبي. الأهلي وافق علشان يقدر يستخدم كل اللاعبين المتاحين اللي عنده، الاتنين منهم مهمين جدا كهربا وأجاييه، لأنه طاهر محمد طاهر رايح المنتخب الأولمبي. فيبقى اعتماد الجهاز الفني يا باشمهندس على الاثنين اللعيبه. فجأة يطلع برنامج يقول موسيماني هيمشي كهربا وجونيور اجاييه عشان يجيب اللاعب الجزائري، لاعب اتحاد العاصمه الجزائري اسماعيل بالقاسمي، والاقي كل المواقع كاتبه. وقال الاعلام ابراهيم عبد الجواد في تصريحات تلفزيونيه عبر اون تايم سبورت أن اللاعب الجزائري إسماعيل بالقاسمي جناح اتحاد العاصمة الجزائري تم عرضه على مسؤول النادي الأهلي،
واضاف ابراهيم عبد الجواد ان اللاعب اسماعيل بالقاسمي تم اختياره بديلا لكل من محمود كهربا وجونيور اجاييس ثنائي جناح الاهلي في ظل تراجع مستواهم. بصوا التقييم. وتابع ابراهيم عبد الجواد ان اداره التخطيط بالنادي الاهلي قررت تاجيل ملف اللاعب وعرضه على موسيماني لما بعد نهائي دوري ابطال افريقيا. يعني بالله عليكم في جزم بتكسير اثنين جناح الاهلي في هذا التوقيت وقبل المباراه النهائيه وقبل خوض منافسات مهمه؟ في افدح من كده واخطر؟ اه ايه؟ انك تبقى عارف انت بتعمل ايه. هم يعني كان الدرس اللي خدوه من موقف الزمالك معاهم كفيل انه خافوا كرروه مع الاهلي. لكن الغرض مرض. الـ يعني شهوه التكسير في الاهلي اقوى من المصلحه. حتى لو اضطرت القناه اذا حذل الاهلي حذو الزمالك ومنع لعيبته. ها؟ والاهلي نادرا ما بيعمل كده الحقيقه. بس لا شوف يعني في علاقته مع الاعلام هو انت كنت بتترفع عن حاجات كتير قوي. اه الناس بتستغلها للاسف. مم. انا بعتذر للساده صوتك دور البرد ده يعني السلام. انا عملت مجهود كبير عشان اقدر ألصم الصوت. صوتك واصل من غير ما تتكلم. الله يخليك. اه انما انه يطلع وبعدين مش هو بس ده كل واحد يطلع ده 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 في قناه متفرغه لنا متفرغه ان موسيماني هيعمل ايه. في قناه انت تعلمها اي خلقت خصيصا أي. لظروف انتخابات الاهلي. اه والترتيب ليها من دلوقتي وبتتمول في الجزئيه لكل برامجها من كده. وهي نازله. موسيماني قال موسيماني عاد وقلنا لكم كنتوا عايشين معاه سمعتوه فين ده اذا كنا احنا ما نعرفش. وبعدين انت الرائع في الامر بقى ان احنا بنتيقن مش من مصادرنا من مسؤولينا. طيب من مسؤولينا كلمت الكابتن امير توفيق مدير التعاقدات في النادي قال لي اقسم بالله اول مره اسمع هذا الاسم. لا حد طرحه ولا حد فوضه ولا حد جاب سيرته ولا داخل في ترشيحاتنا ولا الموضوع مطروح على الاطلاق. ده بالنسبه للكابتن اسماعيل بن قاسمي لاعب نادي اتحاد العاصمه الجزائري له كل الاحترام هو واي لاعب، لكن تحديدا لم يتم طرحه لم يتم التفاوض معاه. فالاقي يطلع الزميل ابراهيم عبد الجواد وتنقل عنه كل المواقع ودي برضو خطوره. فجاه المساله السوشيال ميديا تشتغل والبرامج تشتغل وكله يشتغل وكله يقتات من وراء اشاعه زي كده. سببها ايه؟ اديكم شايفين ده الناس بتقفز ورا الاهلي وافق وعلشان يمشي اتنين. بصوا بقى احنا بنتكلم في نص الموسم لمستر موسيماني قدم تقريره وعنده كل الحرص على انه ينجح كهربا وينجح اجاييه ويرجعهم لمستواهم ويقدم تقريره في نهايه الموسم. لكن فجأة لجنة التخطيط وافقت وموسيماني قرر يمشي الاثنين وبيفاوضوا هذا اللاعب البديل. في تكسير لفرقة في نص الموسم وقبل خوض مباراة نهائية في بطولة افريقيا زي كده. المهندس عدلي اشار لحتة طول عمر الاهلي بيترفع. دي حقيقة اذكر في ادارات سابقة كتيرة ما كانش ابدا النادي الاهلي بيوصل لمرحلة لا مقاطعة جرنان ولا منع قناة ولا منع أي زميل من دخول النادي وأداء عمله. ما حصلتش إلا نادرا وفي أبعد الحدود وأصعبها لما الأمور بتزيد على الحد قوي. لكن مقاطعة وسيلة إعلامية أو منعها من ممارسة عملها ده ما حصلش لا في المجلس الحالي ولا اللي قبله ولا اللي قبله. كتير لما بيكون في ثوابت في احترام مهنة الصحافة واحترام مهنة الإعلام وإن الناس بتأدي دورها. بس هل ده ينفع؟ لحظة. آه كنت اخذ الامر بحسن نيه. لو استند الزميل ابراهيم عبد الجواد وده اخفوهم الى انه قال انا اتصلت بمصادري في النادي الاهلي واكدوا لي. لم يبذل اي وهم لان الشخص المنوط به التنفيذ اكد لك. ايوه انا هخرج نفسي بالظبط. وانت مستشار التعاقدات ولكن كابتن امير كمسؤول تنفيذي دلوقتي
اقسم لي بكل الوضوح ان ده غير مطروح بالمره. إذن هو يعرف ما انه عاملها في التوقيت ده. هو ازعجه انه لقى كهربا فجاه، الخلاف المزعوم بينه وبين موسيماني منتهي، والراجل بدا يشارك ويشكل خطوره ويحرز اهداف ويعمل بصمته. ازعجه هذا الامر. هم مراهنين على ان في 7 لعيبه بعد ماتش افريقيا او 8 لعيبه رايحين المنتخب الاولمبي، رايحين المنتخب الاولمبي. فالباقي بقى اللي قاعد نشتغل عليه بقى، نهزهم شويه. انه هو بره القايمه وهيمشي خلاص. انما هم اصل هم مش واخدين بالهم ان كل ما يفعلوه ان يزيدوا الاهلي لحمه وتضامن وتماسك، واللعيبه فاهمه كويس قوي وبتفوت عليهم اغراضهم. مش باقي الا جزء من جماهيرنا يعوا هذا الدرس وياخدوا بالهم منه، وهم كمان يتصدوا لهذا الامر. يتصدوا بانه يعلوا لعبتهم بقى، لعبتهم اللي بتعمل. انت في ماتش بيراميد عامل ماتش رائع وضاع منك الفوز بطريقه ما تتكررش كثيرا، يعني 1 في 1000 ولا حاجه. تقوم انت بكل الضغوط اللي تعرضت لها، برضو عمليه التسخين ضد اللعيبه، اللعيبه عملت ايه؟ تماسكت اكتر، وجهازهم الفني تمسك بيهم. ايوه تمسك بيهم. ايوه لما يجي البينالتي معلول يشوطه، وما يبدا الماتش بالشناوي اللي هو تردد ان كان لديه كدمه فيكون حريص انه يبدا بيه. ايوه فيؤدي هذا العرض الجميل الذي يجبر الكارهين بالاشاده. يبقى انت هيهات، انت كل اللي بتعمله بارك الله فيكم. انتوا بتخلوا الاهلي ينتبه وهو محتاج ينتبه، لان الاسترخاء عدو الاهلي. نتمنى ان تكون الحقيقه وضحت في هذه الفعلة الغريبة جدا والمناقضة تماما تماما لأدق معايير الأداء المهني السليم، إن أنت تتيقن أو نتعقل شوية. هو موسيماني قدم تقرير وفي حد له علاقة بالكورة، استنى بس، له علاقة بالكورة يعرف إنه في مدرب في نص الموسم خد قرار بمشيان حد. لا موسيماني لو قدم تقرير هم هيعرفوا مثلا، ده بيحلموا. ما حدش هيعرف حاجة. ولذلك اقول لجماهير الاهلي ما تصدقوش غير اللي يطلع بشكل رسمي، الباقي بحسن النيه نقول اجتهاد، بادراك الواقع نقول ما نقوله الان. هناك محاوله لاحداث بلبله وهزه بين الجهاز الفني واللاعبين، وان هم يفقدوا الثقه في فريقهم. وده اللي بنقوله للزميل ابراهيم عبد الجواد، لأن احنا ذكرنا الاسم بكل وضوح بعد تنقل كل المواقع لاسمه مقرونا ومنسوبا بهذه التصريحات التلفزيونية. هل هناك قدر من تحمل المسؤولية بإعلان مدى دقة وصحة انه موسيماني قدم تقرير وهم ماشي أجاييه وهم ماشي كهربا؟ ومين اسماعيل بالقاسمي ومين اللي فاوضه اذا كان مدير التعاقدات في النادي الاهلي لا يعلم اي شيء وده غير مطروح بالمرة؟ هل يمكن الاعتذار؟ هل يمكن التصحيح؟ هل يمكن الاعتراف؟ أم هي المكابرة؟ كل التمنيات للزملاء بأداء يراعي حقوق الأندية كلها. شوف أنا قلت لكم في البداية لما الأمر تعلق بنادي الزمالك قلت لكم بيداري على شمعيتهم مع حقه. طبعًا. كل نادي، بس أنتم متخيلين خطورة التزاوج الإعلامي اللي حاصل دلوقتي؟ الزميل اللي بيتكلم في برنامج مش واخد باله إن قدام منه 50-60 نافذه لمواقع بتاخد نقلا عنه، والجرايد تنقل والبرامج تاني يوم تشتغل، وهي جايه من منبت كده، واخد باله طبعا. نتمنى التوضيح والتصحيح والاعتراف، لانه زي ما المهندس عادل قال لو في حسن نيه لازم يبقى في اعتراف واعتذار ومراعاه، لكن اوعوا تكونوا فاهمين انه ترفع الاهلي ضعف او صبر الاهلي وعزوفه عن مضايقه اي زميل في اداء عمله ده عجز عن ان انت تاخد اساليبك. بالعكس، انت بتقدر حقوق المهنه وبتقدر حقوق الزملاء في ادائهم. بشرط ان يحترموا، بشرط ان يحترموا ويحترم اصول المهنه وقواعدها. بس كده. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني حتى دي بعيدا عن قواعد المهنه، دي قواعد اخلاقيه طبيعيه وبسيطه. نتمنى مراعاتها
لكن بعيدا عن كل هذا الصخب، الاهلي ماشي في طريقه. النهارده الفريق كان في اجازه بعد مباراته امبارح اللي حقق فيها فوز كبير جدا ورائع على سموحه. بدا الاجتماع، بدا اليوم النهارده كرويا في النادي الاهلي. الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي اجتمع اجتماع مهم مع مستر ميشيل بروكيتش المدير الفني لقطاع الناشئين، ودي مساله مهمه جدا. كان حاضر الاجتماع اعضاء لجنه التخطيط برئاسه الكابتن محسن صالح والكابتن زكريا ناصف والكابتن خالد بيبو رئيس القطاع. الاجتماع كان استعراض تقرير شامل للمدير الفني للقطاع عن الموسم المنقضي. استمع الكابتن خطيب ولجنه التخطيط لشرح مفصل من المدير الفني الاجنبي لكل التفاصيل وللرؤيه الفنيه ولخطه العمل في الفتره اللي جايه في ضوء رؤيه مستر بروكيتش للارتقاء بقطاع الناشئين على افضل مستوى. يعني الناس كلها طواقه تشوف نتيجه هذه التجربه ان شاء الله، تجربه كورفر كده ان شاء الله. وقال كابتن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين ان احنا بنهدف لاستكمال خطه التطوير ومواجهه التحديات الجديده والارتقاء بالمنتج النهائي من اللاعبين الموهوبين باذن الله تعالى. بالمناسبه اتحاد الكره النهارده طلع تقرير اعتمد فيه نتائج بطولات الناشئين واجنده الموسم الكروي كلها. طبعا ما اعتمدش لسه البطولات اللي ما خلصتش، بطوله الدوري، بطوله كاس مصر للفريق الاول، وايضا بطوله 99 اللقب المعلق ما اعتمدهوش لا لمين ولا اشار اليه بشكل او باخر. بمناسبه مستر بيتسو موسيماني ونجاحاته مع النادي الاهلي، شوف احنا لما الاهلي اقدم على هذه الخطوه الجديده، لانه اعتقد كان تصرف مسؤول واختيار نوعي، قفز على حواجز كتيره جدا وتخطى اشياء كان البعض لا يتصورها، انه الشمال الافريقي يستخدم خبرات من جنوب القاره جديده. لما الاهلي عملها قلنا لكم دي خطوه جريئه وقرار مسؤول من مدروس. شانه مسؤول مدروس، مدروس من شانه انه يعمل نوع من الدمج الطبيعي بين ابناء القاره الواحده ويحطم هذه الحواجز اللي موجوده. عارفين النتيجة إيه؟ اللي عمله النادي الأهلي شجع نادي نهضة بركان المغربي للتعاقد مع الكونغولي فيلوران إبينجي، ده المدير الفني لفيتا كلاب السابق. نهضة بركان المغربي تعاقد معاه زي ما أنتم شايفين لتدريبه في خطوة يعني مضيفة إلى ما أنجزه الأهلي. نجاح بيتسو موسيماني في النادي الأهلي واقدام الاهلي على التعاقد مع المدرب الجنوب افريقي خلى نهضه بركان المغربي يجيب المدرب الكونغولي بتاع فيتا كلاب. نتمنى له التوفيق، لان يعني انا الاوان ان القاره الافريقيه مش بس تصدر لعيبه، لا، ان تعيش حاله من الدمج الطبيعي، لا تقول ان انا اعرف ادير شؤوني الكرويه وعندي كوادر، يعني تدوير خبراتها جواها بالظبط كده، تدوير خبراتها جواها كلها من الشمال للجنوب ومن الجنوب للشمال. ده اعتقد هيسر كره القدم الافريقيه، وده نتاج خطوه النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، ان انت تاخد قرار نوعي مختلف والحمد لله نجح مدروس بهذا القدر ونجاح التجربه ده ينجح بهذا الشكل وينجح موسيماني ويكون سعيد جدا وممتن جدا للقرار وللاختيار وعنده هذا الشغف انه يحقق المزيد من البطولات في تجربه ثريه جدا مع النادي الاهلي. فتحت الباب للمدرب الافريقي انه يجي من الجنوب كمان للشمال. كنا اشرنا للمنتخب الاولمبي، انتوا عارفين ان كابتن شوقي غريب كان اختار قائمه فيها من النادي الاهلي محمد الشناوي واحمد رمضان بيكهام واكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر وصلاح محسن اضافه الى بقيه اللاعبين. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل كلام مهني مهم في دفتر الأحوال. أهلا بحضراتكم من جديد. ما تخافش على الأهلي ما دام في هذا الإخلاص في العطاء. أنا بقول لكم المهندس علي عنده ظروف صحية وزوره تعبان، ومع هذا كان حريص جدا يجي عشان يقول لكم رؤيته ويطمنكم على الأهلي ويطمن من خلالكم على مسيرة الفريق. فعشان كده ما تخافش على الأهلي بجد،
ما دام في كل هذه التضحيات في عند رجاله الاهلي. لكن عطفا على كل اللي احنا قلناه في مشاكل الاداء الاعلامي، هناك الكثير في مقالي ومقاله درس في الهجاء للساده النبهاء. بتاخدوا بالكم لما البعض يتكلم يقول لك مصر هتسترد الرياده الاعلاميه. هي مصر اكتسبت الرياده الاعلاميه من اول ما كانت اول من مارس مهنه الاعلام في الوطن العربي. والرياده على فكره لا تضيع ولا تسترد. غير الصداره. ايوه غير الصداره، في استخدام خاطئ ليها جدا. الرائد هو اول واحد عمل حاجه. فالاهلي هو الرائد في بطوله الدوري لانه اول من فاز ببطوله الدوري. الاسماعيلي هو رائد الانديه المصريه في افريقيا لانه اول من فاز باللقب. منتخب مصر هو الرائد في افريقيا لانه اول من فاز بكاس الامم الافريقيه. ده معنى الرياده. فالرياده الاعلاميه مصر مكتسباها ولم تنتزع منها. مفيش حاجه اسمها هنسترد الرياده الاعلاميه، لا، احنا اصحاب رياده اعلاميه لان احنا اول من علمنا الاشقاء العرب فن الاعلام في كل صنوفه واساليبه. لكن بصوا اعلامنا الرياضي وصل لغايه فين. تفتح البرامج، انا هنا ما بتكلمش يعني قناه الاهلي وقناه الزمالك وقناه او اي وسيله اعلام ناطقه لفئه معينه او لنادي معين، من الطبيعي ان هي دي لسان حاله، زي صحيفه الحزب هي لسان حال الحزب، متبنيه لسياساته، مدافعه عن حقوقه وعن كل وجهات نظره. لكن القنوات الاخرى العامه التي يفترض ان هي عامه ومحايده، وشبكات الاذاعه المختلفه بقى، ودي مشكله كبيره جدا. شوفوا اعلان الانتماءات وشوفوا الاساءات اللي بتطال لعيبه ومدربين وانديه بالذات النادي الاهلي في برامج في قنوات معينه. واحد يقول لك هقلع الفانيلا والبس كذا لو الاهلي خد الدوري، في اعلان فج جدا عن ميول وانتماء وضد النادي الاخر. الكلام ده ينفع يتقال في الاعلام؟ لقينا فيديو الحقيقه عباره عن درس، ودرس في الهجاء اللي هو الف ب للناس اللي عايزه فعلا تنتبه، او الناس اللي تعتقد ان هي نبيها. قناه بي ان سبورت فيها هذا الفيديو، نشوفه واقول لكم ايه قصته. انا اقترح التحدي هذه المره، ان فازت اسبانيا أن تخرج لنا بالمراسلة التي تليها مرتديا ربما قميص لريال مدريد أو قميص لإيطاليا، والعكس صحيح لحسين ياسين. مش احنا نخلق أجواء، ليش نترك الأجواء للاعبين بس؟ شو رأيك؟ ولا مرة استعملت موضوع برشلونة أو لاعب معين أو ميسي، لأن قول الرأي مهم جدا، وأنت لا يمكن أن تفرض على المشاهد رأيك، لديك مساحاتك الشخصية ودافع دائما عنها. طيب مواقع التواصل الاجتماعي، لكن بخصوص بي سبورتس منبر عالمي قوي جدا. طيب لا يمكن أن تستغل. شكرا على المهنية العالية أشرف بن عياد، ولكن معناته بتحط صورتها على السوشيال ميديا. وأيضا ليس برايفت، يعني هو يمثل المؤسسة التي لا هو حاطط على الحساب وأنا متابعه. آرائي لا تمثل المؤسسة التي أعمل بها. لا آسيا 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 آسيا، تفضل أشرف. بالضبط اليوم الأول كتبتها، ما أكتب لا علاقة له بالمؤسسة التي أعمل بها. نعم أقوم بريتويت لحسابات لكن دائما احاول ان اعمل ريتويت لبي ان سبورتس، كل الفيديوهات في موضوع الاراء مختلف للغايه. الراي نعم. يمثل اشرف بن عياد الشخص فقط، ولهذا نعم. لم اقل رايي ابدا، رغم اني مشغلت في الكثير من المناسبات نعم. في بي ان سبورتس حول ميسي او حول مباراه او نتيجه. شفت الدرس؟ المراسل ده مراسل قناه بي ان في برشلونه، مقيم. هم ليهم مراسل في كل مدينة، بالذات المدن اللي هي مرتبطين بتعاقدات فيها. يعني هتلاقوا في جمال جبل في ريال مدريد، هتلاقوا في مدريد بيغطي المنطقة اللي هو فيها. المراسل المعروف محمد بن عياد بن زمايله أشرف بن عياد، إنه راجل منتمي جدا لبرشلونة، متحمس جدا للبارسا والميسي. المذيع بيدعبه الأردني محمد كيدان، بيدعب أشرف بن عياد المغربي.
ها انت مبسوط عندك، طب انت تقدر تقول ميسي وتقدر تقول برشلونه والا هيجرى. فالتاني بيرد عليه وعلى الزميله اسيا عبد الله اللبنانيه اللي في الاستوديو، شوفوا كوكتيل مغربي واردني ولبناني، انا ماليش ان انا من خلال القناه اعلن رايي الشخصي او انتمائي، ده احتراما مني لمهنيتي ولطبيعه القناه اللي انا بمثلها. قال له بس انت على السوشيال ميديا وعلى صفحاتك بتهايص جدا ولابس فانيله ميسي وفانيله برشلونه. قال له انا على حساباتي الشخصيه افعل ما اريد، لكن امام الشاشه انا ملك الجميع، ماليش ان انا اعبر عن رايي او اظهر ميولي، ده احتراما للشاشه واحتراما لقواعد المهنه، وده درس الف باء والله. وده يذكرني بالتعليق على المباراه. طيب يعني جبت التعليق ده، انت في الراديو ده في كوارث. ده كل واحد يشتكي برامج البرامج الرياضيه واستديوهات التحليل في الاذاعه، شيء غريب جدا، غريب جدا جدا يعني. قاعدين يقولوا رايهم، بتطفل ادراكك عليها انا كمشاهد ليه؟ ضد النادي معين بصرف النظر طبعا، هو مقصود بيها انه يستخدمها انه يوجه حسب ميوله. ايوه. لكن الفكره حتى لو انت، انا بتفرج على ماتش الاهلي من مشجع اهلاوي من مذيع اهلاوي. انت مش من حقك تقول ماتش وحش قوي ممل قوي ما شفناش فيه حاجه، مش حد، ده مش دورك. مش دورك ان تتحول الى ناقد. انت ناقل كمعلق. انت تقدم. عايز تحلل حلل بقى. روح التحليل قول اللي انت عايزه، انما تفرض مزاجك عليا ليه؟ افرض ان انا مستمتع بحاجه مضايقاك. يعني بتفرج على ماتش فولي للنادي الاهلي، وقلت حتى لزميل هيثم وكلمت المعلق اكتر من مره. بيجامل الاهلي بطريقه تسيء للمنافس. الله عليك، واخد بالك؟ يعني انت رافض حتى المجامله للاهلي من قبل المعلق. ضايقني. عمال يقول ايه؟ المنافس بيلعب ومتقدم، وده يقول ايه؟ مساله وقت، مساله وقت، وتعود الامور الى نصابها. بصرف النظر عن ده هيحصل ولا مش هيحصل، انت مش مفروض انك تقول هذا الكلام. وكلمته وجينا في الماتش اللي بعديه بنفس الطريقه وبنفس التعليقات. يشوط ال هو ده، ما هو واحد لعيب عندك يشوط يعني استاذ ابراهيم. شوف الباسكت وابو سريع واللي بيحصل. لا انا بس خليني عشان الناس، انا اتكلم عن وصلت ان انا متضايق. يعني انت اللعيب بتاعك بيشوط ضربه ساحقه، ضربه توجع وجعهم، توجع ويكررها كل ضربه توجع. طب ما في ضربات علينا بتوجعنا، ما بتقولش. ما بتقولش توجعنا اصلا، ما يصحش انك تقول. انت بتتكلم على المعيار صحيح. ده اروح موطي الصوت عشان اعرف اتفرج على الماتش. وانت اعصابك مش ناقصه اصلا. انا 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 عايز اقول ايه؟ زمان انت اشرت، انت فتحت موضوع مهم والله، والناس واخداه بسطحيه. توجيه الراي العام من خلال مودك الشخصي وجهه نظرك الشخصيه امر لا، ما لا يليق، لا يليق الا اذا كنت مسؤول. انت تطلع تقول مسؤوليتي ان انا اخد القرار ده لاني شايف انه صح وتدافع عنه. انما انت راجل بتنقل المباراه، انت راجل بتنقل الخبر زي الخبر اللي ابتدينا بيه. انت تعلم يعني، ما انشغلتش انك تعرف انه الخبر ده صادق ولا وغير مقبول. وعندنا كذا خبر هنا في هذا السياق، موسيماني قال موسيماني عاد. ده حدوته كبيره جدا يا باشمهندس، وتفاصيل كتيره، عشان كده حبينا انه حاجات كتيره تكون في الغربال، فن المؤامرات في العاب الصالات. بس ما خلصناش لسه من مؤامرات الكوره، وما خلصناش من الاتحاد الكوره، ويا عيني على الاتحاد واللي بيعمل له اتحاد الكوره. دخلنا في الالعاب التانيه فجاه، وهنا دايما بنقول ما يخص الاهلي، عش في كهفك كما تريد، ادعي المظلوميه كيفما شئت، استمتع بفن المؤامره كيفما ترى، لكن لما يتعلق الامر بالاهلي والاساءه للاهلي والتقليل من الاهلي او الاعاز بانه الحاجه بتتعمل فقط عشان الاهلي، بنقول لك لا، نقف مع بعض شويه.
كابتن خالد الغندور تبنى حاجه فجاه، قال ان اتحاد السله بيجامل الاهلي وبيعاقب الزمالك عشان خد الدوري. ليه؟ قال لك تصدقوا اتحاد السله قايل الزمالك لو جاب لاعب واحد ملوش الا لاعب واحد في الصفقات الجديده، ولو جاب واحد غير المسموح له يدفع 4 مليون، والنادي الثاني اللي طالع المركز الثاني يدفع ملوش الا لاعبين اثنين وبعد كده يدفع فلوس، لكن الاهلي والجزيره عشان طالعين ثالث ورابع ليهم ثلاث لعيبه. ايوه، ما ده الهدف، ان احنا نعلي الاهلي ونوقع الزمالك، ده المنطق اللي اتقال. ولو هو بالشكل ده، لا، كلامه نسمعه الاول ونشوف حكايته ايه. شوف، هل ده ممكن يحصل في زحل؟ قال لك ايه بقى؟ وفقا للائحه اتحاد كره السله، من حق بطل الدوري، خدوا بالكم، من حق بطل الدوري انه يتعاقد مع لاعب واحد فقط، لاعب واحد جديد. عندي لعيبه ممكن تمشي، عندي لعيبه موجوده عندي ممكن امشيها واجيب غيرها، ده في اي حته في العالم، تمام؟ فقال لك ايه؟ بطل الدوري اللي هو الزمالك ما يجيبش غير لاعب واحد فقط، ولو عايز يجيب لاعب تاني فمسمينها ايه؟ فانت كده رسوم تجاوز، يعني ان انت لو عايز تجيب لاعب تاني فلازم تدفع للاتحاد 4 مليون، 4 مليون جنيه، مش 400,000 جنيه، 4 مليون جنيه. طب لو عايز تضيف واحد تالت 5 مليون جنيه، عشان يعني تدفع للاتحاد عشان تجيب اتنين لعيبه تاخد دخلهم القايمه بتاعتك بدل ما تشتريهم من النادي التاني وتدفع لهم فلوس، لا ده انت تدفع 9 مليون جنيه لمين بقى؟ عشان انت بطل الدوري، عشان انت اجتهدت، عشان انت طلع عينك، عشان انت كسبت الاتحاد اللي كان احسن منك فكسبته، فلا انت هنخسرك الدوري، هنخسرك. فتدفع 9 مليون جنيه انت تجيب لاعب واحد فقط. طب نمره 2 اللي هو الاتحاد يجيب 2 لعيبه وما يدفعش حاجه. طب الاهلي والجزيره اللي هم طلعوا من الدور قبل النهائي يجيبوا 3 لعيبه وما يدفعوش ولا جنيه. يعني النادي الاهلي اللي دفع 50 مليون جنيه السنه اللي فاتت وجايب عمرو الجندي وجايب عمر طارق ودفع فلوس قد كده، الاتحاد عشان احنا خدنا الدوري يغير اللائحه ويخلي النادي الاهلي يجيب 3 لعيبه واحنا نجيب لعيب واحد؟ انت بتعاقبني؟ انت بتعاقبني عشان انا خدت دوري؟ انا حاجه غريبه جدا والله العظيم. هو عشان الزمالك كسب الاتحاد يغير اللائحه؟ هو الاتحاد غير اللائحه؟ الاتحاد غير اللائحه عشان الزمالك كسب الدوري وعشان يدي فرصه للاهلي يبني فرقته. ده اتحاد مجرم جدا، ده الاتحاد المصري لكره الاجرام مش كره السله. ازاي يعاقب الزمالك لانه خد الدوري؟ وازاي يجامل الاهلي بهذه المجامله الفجه ويغير له اللائحه بعد ما الزمالك خد الدوري؟ مش هرد الرد للاستاذ مجدي ابو فريخه رئيس الاتحاد المصري لكره السله في قناه اون تايم سبورت. هي مش لائحه انتقالات، هي اسمها لائحه حمايه الدوري المصري. للاسف الشديد ان بعض الاخوه الاعلاميين هاجموا الاتحاد ان احنا عملنا اللائحه لسه عاملينها عشان نوقع نادي الزمالك. انا بقول الاول اهو، اللائحه معموله من قبل بدايه الدوري باجتماع 16 نادي بموافقه 15 نادي ما عدا نادي الاتحاد الوحيد اللي ايه؟ اللي رفضها. تمام. من قبل بدايه الدوري. نادي الزمالك موافق عليها. نادي الزمالك الموافق عليها لان هو طبعا مش النادي كنادي، لان كان ما كانش متوقع الزمالك انه ياخد الاول. لما خد اول رجعوا ان احنا عملنا كده عشان نضرب الزمالك. ليه نضرب الزمالك؟ ناس يعني اسف جدا اعلاميين مضللين للاسف. انا اسف ان انا بقول كده، لكن ده تضليل للراي العام واحتقان للجمهور الرياضي وجمهور كره السله. بيعمل احتقان للاسف الشديد. يعني الهدف منها ايه؟ اتفضل. الهدف منها ان انا ما مش عايز اوصل زي بعض الالعاب الثانيه ان يبقى عندي منافسه بين سيز وصاد وخلاص وبقيه الانديه كومباكس. انا عايز افضل الدوري المصري بهذا الشكل، بهذه المنافسه، بقوه المنافسه احنا شايفينها، محدش عارف مين رايح فين.
انا عايز اقول لحضرتك الزمالك كان كله الناس متوقع ان السنه دي في اول الموسم لو خد رابع يبقى كويس. الزمالك خد افريقيا ودوري يعني اعلى حاجه. طب ايه الهدف؟ انا بقى انا عايز اوصل كل نادي يعني النادي اللي خد دوري ده نادي عنده عدد لعيبه كويسه ليه حق انتقال واحد، الثاني ليه اثنين، الثالث والرابع ليهم ثلاثه وهكذا، يبقى انا احافظ على قوامه واخلي الانديه اللي تحت تطلع كمان تنافس. شوف الكلام اللي بيقوله مجدي بيه اخطر ما في الموضوع، ان اللائحه محطوطه قبل الموسم الماضي. طب هو الموسم الماضي انتهى ايه؟ ما كانش الزمالك بطل، كان الاهلي والاتحاد بيتقاسم البطوله ينافسهم الجزيره وسبورتنج. والزمالك كان بعيد. خلاص؟ اذا اللائحه لو محطوطه يبقى كانت محطوطه للي كسب السنه اللي فاتت، لانها اتحطت في نهايه الموسم الماضي وتطبق للموسم الجديد. يبقى انت كان ما كانش حد متوقع مين اللي هيبقى البطل السنه دي. الحاجه الثانيه 16 نادي حضروا، ال 15 وافقوا. ما ده اللي انا جاي لك اهو. الدليل على كده ايه؟ ان ال 16 نادي 15 وافقوا، ومين اللي اعترض؟ الاتحاد. لان هو البطل. ايوه. حاسس ان وهو المتوقع ان يستمر بطلا. ايوه. يعني سياسته الاتحاد انه باني فرقه متوقع انه هيكون البطل بشكل لمده طويله، فحس ان هو اللي هيدار. ولذلك الزمالك رحب ضمن الانديه الاخرى. دائما، ودي اللي بتفسر لك، يقول لك هو ليه الاهلي والانديه؟ لان البطل الناس عايزه تقدر تنافسه فبتتكتل عليه، ده طبيعي. مش كرها ولا حبا. الخطوره انك انت يا اما عارف وبتكابر وبتثير كعادتك الجماهير، يا اما ما انتش عارف ومش متاكد فكان ينبغي ان تتاكد، لان لما يطلع الرد ده هو رد محرج. يعني رد حاسم محرج. كان الزمالك الرابع وفي الدوري المرتبط كان الخامس. ما انا بقول لك. في المرتبط الخامس وفي الدوري الرابع. الرابع والخامس. يعني لو هو كان عايز يعمل دي عشان يعاكس الزمالك كانت لو الزمالك كسب السنه اللي فاتت. يقول له كان بطل. عايز توقفني بعد كده. هو عايز يهدف، لكن ده هو ما يعرفش ان انت هتبقى ايه، انت الرابع والخامس. هو ايا كان. والحسابات كلها كانت تشي ان المنافسه السنه دي اهلي واتحاد. اهلي واتحاد. بدليل الاهلي ابتدى ببطوله. صحيح. وبعدين الاتحاد كسب بطوله. والبطوله الثالثه خدها الزمالك. لكن هي يا جماعه لو الاتحاد كان عدل اللائحه فجاه او حط لائحه فجاه او فصل لائحه فجاه، لا يبقى ده خطا. وكنا اول من هيدينه هنرفضه طبعا. لكن لما يكون بالله عليكم هذا النظام محطوط من السنه اللي فاتت ومتفق عليه، وال16 نادي وافق منهم 15، وحتى نادي الاتحاد السكندري لما اعترض الاتحاد المصري لكره السله ادى 15 يوم للاتحادات للانديه، اي حد عنده وجهه نظر معترض او متحفظ او بيناقش حاجه يقدمها في خلال 15 يوم. استاذ مجد ابو فرقه قال لك ما حدش قدم، الاتحاد هو اللي ادى تحفظ. يعني الزمالك وافق. نادي الاتحاد، يعني الزمالك وافق والاهلي وافق والجزيره وافق وبقيه الانديه ال 15 وافقوا، الكل وافق. ليه لما يتطبق اثير فتنه واقعد اثير انه النادي الاهلي انه معمول علشان النادي الاهلي واصله عشان طلع الثالث فبيعملوا له كذا، ده منطق؟ طب هل الاتحاد المصري هيغير اللائحه ولا لا؟ ده كمان كلام الاستاذ مجدي ابو فرقه. في حاجة إضافية، إنك أنت من حقك إنك أنت تجيب واحد وأربعة معاهم، بس أربعة ببنالتي يدفع فيهم غرامات. الغرامات دي الناس كلها شايفاها إنها عالية. أيا كان الرقم، لكن ده محطوط رقم بناءً على موافقتهم. لما جم يدفعوا بقى وبدأوا يفكروا وبدأوا يتكلموا. نقول الأرقام برضو اللي الناس بتتهم اتحاد السلة إن هو عايز الفلوس دي. اتحاد السلة هياخد 10% من أي رقم. والنادي هياخد 5% من الرقم، 15 نادي، النادي سين هيدفع 4 مليون جنيه، ال 4 مليون جنيه كل نادي في ال 15 نادي التانيين هياخد 5% منهم ب 75%. الاتحاد هياخد 10%، المناطق على مستوى مصر كلها تطويرها هياخد 10%،
الحكام تطويرها هياخد 5%. طب هل الموضوع ممكن يبقى فيه دراسه ان ممكن يبقى السيزون ده سنه انتقاليه؟ لا ما ينفعش دلوقتي. اه ليه؟ لو انا عملته دلوقتي يبقى انا عملته عشان سين او صاد. لكن ما ينفعش لائحه انا عاملها وموافق عليها الانديه الدوري كلها ان انا ارجع الغيها تاني خالص. الغيها تاني خالص. طب يعني هيبقى في حالات استثنائيه؟ الغيها تاني خالص بشرط واحد، موافقه 16 نادي. ما ممكن ال 16 نادي يوافقوا؟ لا طبعا استحاله. طيب يعني حتى الفلوس اللي تم الترويج ليها الحق دول عايزين ياخدوا فلوس، طب هيودوا الفلوس لفين؟ ويبدا يبقى في اشارات سلبيه شويه. بيرد رئيس الاتحاد قال لك الفلوس دي مش لينا، الاتحاد المصري كل اللي هياخده من الحدوته دي 10% تقريبا، انما الباقي كل الفلوس ما بين انها تتوزع على بقيه انديه المسابقه من الكل بنسبه مئويه، وفي مناطق الاتحاد واخده نسبه 10% لاعاده تطويرها والارتقاء بيها، والحكام لاعاده تطويرهم والارتقاء بيهم. يعني الفلوس بشكل شفاف، وانا هنا مش بتكلم على اتحاد السله، انا بتكلم على انه في معيار شفاف جدا، لائحه اتحطت من الموسم اللي فات، ضوابطها وارقامها والنسب المئويه لتوزيع عوائدها واضحه جدا. عندك خلاف في كده نتكلم في المضمون، لكنه ارجوك الترويج لفكره ان ده معمول عشان النادي الاهلي وللاضرار بنادي الزمالك، ده بيوتر الاجواء بين الجماهير وبيغذي التعصب بين الجماهير اكتر، وبيعزز فكره المظلوميه والمؤامره. على ذكر فكره المظلوميه والمؤامره، متابعين انتوا كل الضغط اللي حاصل على اتحاد الكوره، واحمد مجاهد الاهلاوي، احمد مجاهد هو اللي ضغط الجدول، احمد مجاهد عايز يوقع الزمالك، احمد مجاهد حط جدول مضغوط لنادي الزمالك علشان يخدم النادي الاهلي، كل شويه احمد مجاهد والاهلي واللي بيعمله في الزمالك، تحسوا انه اتحاد الكوره ده ما وراهوش حاجه الا ظلم الزمالك ومجامله الاهلي. طب ده حقيقه؟ الاستاذ حسين لبيب رئيس نادي الزمالك كان امبارح ضيف قناه تايم سبورت، اتكلم في جزئيه هل اتحاد الكوره الحالي برئاسه احمد مجاهد ظالم الزمالك، بيجامل الاهلي، متعنت في الجدول وضغط المباريات ضد الزمالك والزام عليه لازم يلعب زي ما بنسمع. نشوف الاستاذ حسين لبيب. بسيطة جدا، ان يعني بجد المهندس احمد مجاهد انا شايفه بالنسبة لنادي الزمالك لم يتأخر في طلب لنادي الزمالك نيابة عن اتحاد الكورة، دي نمرة واحد. اما بيبقى في مباريات زي اللي كل الناس بتقولها، برضو انا احب ابقى واضح وبوضح الحقائق بصرف النظر مين هينبسط ومين مش هينبسط، بس دي حقيقه او فاكت لازم اقولها، ان مثلا في حكايه اما كان في مباريات مضغوطه لنادي الزمالك، لا احنا اتسالنا واحنا بالتالي سالنا المدير الفني بتاعنا وكان رايه ان انا اكمل مباريات. طبعا كل من يعني احترامي للجماهير منقطع النظير، بس هو بيبص لها من وجهه نظره، انما مستر كارتيرون كان بيبص لها من الناحيه الفنيه البحته، هو عايز لعيبته تبقى على نفس المنوال، شايف ان لعيبته ماشيه كويس فعايز يخليهم يكملوا بنفس المستوى، مش عايز يعمل قطعات. ثم بعد ذلك هو حاسس انه هيحط بريشر او ضغط عنيف على الاهلي طول ما هو كسبان منه قبناط كتيره، فبتبقى رؤيه فنيه، انا لابد ان انا احترم الرؤيه الفنيه بتاعت المدير الفني. ما احنا جايبين مدير فني ليه؟ يعني لو انا اللي هدور الكوره وادور الباسكت، طب خلاص انا انزل ادرب ال 18 لاعب. لا، بنحترم اراء المديرين الفنيين، وباكد لحضرتك علاقتنا كويسه جدا وممتازه والناس بس يعني مش مفروض ان انا اقول تفاصيل، انما لا احنا بنتفاهم مع اتحاد الكوره كويس جدا، اللجنه الثلاثيه اللي موجوده هم بيعملوا شغلهم لمصلحه الاتحاد، واحنا بنعمل شغلنا لمصلحة نادي الزمالك. اللي بس برضو عشان ما حدش يفتكر ان كلامي ده منمق، اللي هيدوس على طرف نادي الزمالك احنا واقفين وهناخد حقنا، بس بالالتزام وبالكلام المنمق الظريف، انما لن نتنازل عن اي حق من حقوق نادي الزمالك ما دام المدير الفني. هذا الحديث انا بالمناسبة يعني كنت حريص ان انا اشوف الكابتن حسين لبيب او يعني رئيس نادي الزمالك هيقول ايه،
لان انا عندي انطباع عنه، انا اعرفه، انا كنت قاعد اتحاد كره يد وفي مسؤول فرق قوميه، وهو كان لاعب وكان من الناس اللي دماغهم واخرين في فريق الزمالك بيعجبني جدا، شخصيته متزنه وموزون. فكنت حريص اشوف المسؤوليه والدوشه اللي موجوده في الراي العام هتخليه يعمل ايه. هذا رجل خرجت من كل الحديث اللي قاله صادق، فاهم كويس جدا، بيرجع هيبة الزمالك، بينفض فكرة المظلومية التي لا تليق بالكبار، وقالوا ما احنا كفيلين نجيب حقه، لكن الزمالك لا، محدش دايس له على طرف خصوصا في الكورة، وكل ما يحدث بموافقة الأجهزة الفنية اللي أنا لازم أحترم وجهة نظرها. قال لك مفيش ماتش لعبناه أو أجلناه إلا شاورونا وإحنا وافقنا. واتكلم في كل الملفات. بس اتكلم بالطريقة، بقيت مبسوط إن الزمالك يعني الراجل يعني يقول لهم إيه مثلا؟ لا في حاجات ما ينفعش نتكلم في تفاصيلها. أنا في ملف فرجاني اتكلم بالكياسة ولم يهدر مكانة الزمالك. ناس بتقول ان انا يعني عمال اقول ان انا تواصلت مع الوكيل بتاعه والمحامي بتاعه ومعاه، وهو قال لي بعدين هكلمك وما اتكلمش. انا بقول كده، وفي ناس ممكن تقول ازاي تحصل كده، انا بس بقول كده عشان الناس تفهم وتبني وجهه نظرها على احداث واقعيه. لان احنا عارفين كويس قوي حقيقه الموقف هينتهي الى ايه، مش دور ان انا اقعد اقول تفاصيل. ده راجل مسؤول، مسؤول بحجم وقيمه نادي كبير زي نادي الزمالك، وبيقود، مش بينجرف لرغبات بعض الاعلاميين. هم حرين في شانهم، عايزين ياخدوا جماهيريه بس مش بالطريقه. هو هياخد، افتكر كلامي، الراجل ده هياخد المصداقيه، هياخد القيمه كقياده محترمه والاحترام، لانه بياخد الزمالك في المكانة الطبيعية اللي استحقها نادي الزمالك، وبيتكلم ما هو مش محتاج يقول ان انا ضعيف وان الناس بتظلمني، لا، انا نادي الزمالك. وده يفصل لك بقى، كنت بتقول لي حتة المظلومية، اصل احنا مش مظلومين بس بنقول مظلومين عشان ناخد حقوق اكتر. هو ما بيعملش الطريقة دي، هو ده مش طريقته، مش نهجه بس. انما الناس لازم تبقى فاهمة. انا يعني طلعت وانا مبسوط ان وجهه نظري في هذا الرجل انه شخصيه مسؤوله طريق انها تدير مكان بحجم نادي الزمالك. وبعد الفاصل كلام تاني مهم. اهلا بحضراتكم من جديد. عايز اقول لكم انه في الفاصل او في البريك المهندس عدلي بيكلمني على تفاصيل الحوار المهم اللي عمله الكابتن حسين لبيب. ما اعرفش اقول لكم اللي قاله ولا لا، بس خلاصته في الاخر قال لك انا كده ابدا اخاف من الزمالك، كده ابدا اخاف ان الزمالك هيبقى في حال منضبط. لما الافكار السليمه في مكان كبير هتقوده الى نجاح، فتنتظر منافس اقوى، واحنا نرحب بالمنافسه بالزبط. من هذا النوع، ايوه، ما نتمناش ان احنا ننافس ناس كل ما هتكسبها هتقلل قيمه البطولات بتاعتك وتعمش. ما عايزين نكسب واحنا في منافسه قويه، انا بشتغل صح وهو بيشتغل صح. وبرغم انه الكابتن حسين لبيب بكل وضوح مفيش حاجه اسمها مظلوميه، الزمالك حقه مش مهدر، حتى اواضي اتحاد الكوره اللي اعلام الزمالك عمال يتكلم على انه مظلوم والاتحاد وحاطط جدول مضغوط وهدفه تكسير الفرقه و و و و، قال لك كل ده مش صحيح. كل ده تم بالتشاور معانا، مفيش مباراة لعبناها إلا لما حصل تفاوض من أحمد مجاهد معانا نلعب ولا نأجل، وإحنا كنا بنرجع للمدير الفني يقول لك ألعب. هي دي الحقيقة. ومع هذا الزميل الأستاذ عمرو الدردير المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك مصمم متمسك إنه في مؤامرة وفي مظلومية، وهو اللي كان قال إن مفيش مظلومية ولا حاجة، إحنا بنعمل الحكاية دي عشان ناخد حق زيادة، لكن لسه مصمم في اون تايم سبورت انه في مؤامره وفي مظلوميه علشان حاجه معينه نقولها لكم. ما تفهمنيش ان الزمالك مش بيتظلم
وهو كل شويه تحل مجلس ادارته، النادي المنافس ما بيتحلش مجلس ادارته، وبتحصل مشاكل كتير وما شفناش اتحل. دي مش مظلوميه؟ نمره اتنين، نادي الزمالك لما بيبقى عنده مشكله في اي مباراه الفقره التحكيميه بتبقى رقم واحد، رقم واحد الفقره التحكيميه عشان تظلم الزمالك. لكن لو الاهلي الموضوع ومش الموضوع، لا في مظلوميه. طب بلاش في مظلوميه، انا راضي ذمتكم ودينكم، حد يقول لي، يطلع يقول لي المخرج بتاع مباراه امبارح ده ظالم ولا مش ظالم؟ مش للزمالك، ظالم بشكل عام ولا مش ظالم؟ ليه بقى؟ مخرج مباراه امبارح ليه؟ بعد ما يجي هدف للاهلي يروح مركز على لعيبه الاهلي اللي كانوا بيلعبوا في اللي بيلعبوا لعيبه بيراميدز اللي كانوا بيلعبوا في الاهلي، خطأ. يروح مركز عليهم. طيب بعد ما جه يا جماعه هو في مخرج كده؟ يا جماعه هو في كده المخرج لما الاهلي يجيب جون يجيب اللعيبه اللي سابت الاهلي عشان يرصد رد الفعل؟ انا وجهه نظر فنيه. لا العكس بقى، اه لو العكس كان هناك كان هيعمل كده برضه في الاهلي. اه طبعا هو يعني انت، بس هو السؤال هو ده ماله من مظلومه الزمالك؟ يعني يعني مخرج مباراه بجد بقى، مخرج مباراه الاهلي وبيراميدز هم تصوروا عنده، لا لا عنده وجهه نظر فنيه. قبل ما تتكلم هم كانوا فاكرينه محمد ناصر، اه فكان الشوط ابتدى الشياط ان هو يضربوه باثر رجعي، طلع مش هو. فبقت المساله هو يعني انا عايز اعرف حاجه، الاهلي بيلعب مع بيراميدز، لعيبه مشيت من بيراميدز من الاهلي راحت بيراميدز، مخرج المباراه عنده وجهه نظر فنيه عايز يقيس الرياكشن او رد الفعل عند اللعيبه لما فرقتها خسرت، فرقتها الجديده خسرت من فرقه لا دي ايا كان وجهه نظره فيه، عنده راي في الكاميرا. هو ايه علاقه نادي الزمالك بده؟ ليه نادي الزمالك يبقى مظلوم؟ على فكره دي في كل المباريات، فكرة ان مخرج المباراة يدور على رياكشن ما بيتوقع منه رد فعل معين بتدور عليها الكاميرا حتى في الماتشات الاوروبية في اي، ومع هذا طب هو نادي الزمالك ماله؟ وايه علاقتكم بالموضوع؟ هي مظلومية ليه؟ هي مجاملة للاهلي في ايه؟ جاب احمد فتحي ولا جاب شريف اكرامي وهو متضايق ان الاهلي جاب جون؟ هو كده جامل الاهلي؟ هو كده داس للزمالك على هو ليه الدعاء فعلا الحساسيه المفرطه في اي حاجه؟ ليه؟ وبعدين هو نادي الزمالك اتحل، ليه ما اتحلش مجلس اداره الاهلي؟ طب ليه ما اتحلش مجلس اداره سموحه؟ ليه ما اتحلش رئيس مجلس اداره او مجلس اداره النادي الاتحاد؟ كل الانديه اللي ما عندهاش مشاكل ما اتحلتش مجالس ادارتها. ها؟ ليه عايز تحل الاهلي؟ طب الاهلي جات لجان التفتيش المالي والاداري من قبل الوزارة ومن قبل النيابة العامة وجبنا لكم شهادة مكتب النائب العام أنه لا ثمة عدوان على المال العام في النادي الأهلي. مش ده حصل؟ عايز تحله خلاص؟ حليت الزمالك؟ يقول لك ما هي مجالس إدارات الزمالك بتتحل على طول. أيوه علشان إيه؟ ما هي إما في خلافات يا في أواضي يا في اتهامات يا في مشاكل بيتم التحقيق فيها ما نتمنهاش، لكن الأواضي ما بين مجلس مرشح نجح فمجلس كان نازل ضده الانتخابات بيطعن ضده، ناس موجودة تيجي تفتش عليها تلاقي في مشاكل تستوجب التحقيقات، الوزير محدش هيقول ان الدكتور اشرف صبحي بيعمل كده مجاملة لله. يا سيدي ما ماشي انت مش عايز الزمالك يتحل، ماشي قول مش عايز الزمالك يتحل، انما ليه تحل الاهلي؟ على فكرة الاهلي كان مش اول نادي قال انا ضد حل مجلس اداره النادي. اه انت حكيت لي وانا حكيت لك القصه دي وبقرار مجلس اداره. لكن سريعا حتى الجزئيه بتاعت ما هو قبل كده مجلس اداره الاهلي اتحل ولغوا القرار سريعا، ده كان قرار من الكابتن طاهر ابو زيد وهو وزير في فتره هيتم صدور دستور جديد رئيس الوزراء بعد يومين في دستور ساعتين او بعد ساعتين. غير كده كمان هي ايه الواقعه؟ الصرف في غير موضعه. عارفين ان نادي الزمالك بيلم فلوس من الاعضاء وكل اعضاء الزمالك اللي بيسمعوني عارفين كده، بقالهم كام سنه بيدفعوا فلوس لمصلحه او لصالح بناء نادي الزمالك او نادي الزمالك الجديد فرع اكتوبر وما تمتش حاجه. هي كده بالظبط، الاهلي كان جامع 200 جنيه من الاعضاء لحساب فرع الشيخ زايد، حصلت الازمه الماليه بعد في 2013 والنشاط متوقف والاهلي بيلعب في بطوله افريقيا، فحصل توجيه الاموال ساعتها في اتجاه ان انت تفي بالغرض ان الفريق بيلعب في افريقيا، ولما بتيجي الفلوس هنا بتحطها هنا، فده توجيه للموارد مش اهدار. حتى رئيس الوزراء ساعتها قال للوزير
ده مش دي مش مخالفه، ده توجيه للاموال في فتره. والا طب هو مين اللي اشترى ارض الشيخ زايد؟ ما هو النادي الاهلي بميزانيته اللي في الجزيره. فانت جاي تقول لي بس ال 200 جنيه دول اتصرفوا غلط. كان نوع من التلكك والتلكيك والتصيد. رئيس الوزراء لغاه فعشان الاجيال الجديده تبقى عارفه القصه. لا، المجلس اتحل بسبب غير مقنع بالمره، فكان التدخل السريع انه ده كلام في نوع من التجني وفي نوع من استغلال الظرف قبل التعديل الدستوري. كان في شيء شخصي ادركه رئيس. وبعدين رئيس الوزراء ادرك ان المساله فيها غرض شخصي. انما يتقال لك طب ولما حصل حل مجلس اداره الاهلي اتلغى ليه؟ اتلغى علشان اللي انا بقوله لكم. مفيش اسباب. لكن هي 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 المظلوميه فكره موجوده بجد ولا لا؟ واحد من اللي كانوا بيرددوا ده على فكره وهو في قناه او في برنامج الزمالك كابتن وليد صلاح عبد اللطيف، دلوقتي شايف المساله بشكل مختلف. نشوف تصريحات قالها امبارح استاذ عمرو الدليلي بخصوص قالها على كلاب هاوس. وقال انه نادي الزمالك لا يتعرض للظلم، وانه الكلام اللي بيتقال ده كلام مش مظبوط، وانه حتى لو اتقال انه الزمالك بيتعرض للظلم ففي الكواليس في امور اخرى، وان الزمالك بيعرف ياخد حقه. رايك في الموضوع ده كله من اوله لاخره؟ دي فكره اتصدرت بقالها كام سنه من حد، يعني اللي هو الزمالك على طول مظلوم، وبالتالي بعض من جمهور الزمالك خلاص حط في دماغه، وللاسف برضو بعض من اللي كانوا بيلعبوا في الزمالك حطوا في دماغهم ان فعلا الزمالك مظلوم او مقهور او ما بياخدش حقه، لكن ده مش حقيقه. انا قبل كده حتى قلت مفيش الكلام ده خالص. يعني انت وانت موجود جوه نادي الزمالك كنت في اي لحظه من اللحظات بتحس بظلم؟ انا جيت نادي الزمالك من 99 2000 لحد 2008 ده كل نادي الزمالك. انا اول ما جيت خدنا 3 دوري. ال3 دوري ده في عز الكابتن حسن حمدي وكاله الاهرام والفلوس والكلام ده كله. انا مش بدافع، يعني الناس برضو جمهور الزمالك ما يفهمش اللي انا بدافع، لكن انا بقول ان احنا خدنا 3 دوري، والسنه الرابعه الاسماعيلي خدها، يعني في ظل قوه وكاله الاهرام وفي ظل قوه كابتن حسن حمدي. فحته المظلوميه، طب الاولى بقى كنا في الفتره دي وكانت وكاله الاهرام هي السبونسر بتاع نادي الزمالك، يعني بتاع الدوري كله، برئاسه الكابتن حسن حمدي. فهي الفكره كلها ان قد في الملعب، انت كلاعب قد في الملعب، انت كاداره اشتغل صح، اشتغل كوره، اشتغل اداره صح. في كل لحظه يخرج شخص صادق مع نفسه ويذكر الحقيقه. هو بيقول كده ليه؟ لانه هو صعبان عليه ان الزمالك يعيش هذه المظلوميه. ما احنا كنا بنكسب في ظل وجود الاهرام. هو لكن كون الاهلي قدر يتدارك ويبني فرقه، قال في عز وكاله الاهرام في الاهلي احنا خدنا الدوري 3 سنين والاسماعيلي خده مره، الرابعه اللي كانت قريبه جدا بين لك لو من باب اولى بقى يبقى في الفتره دي، في الفتره دي واخد بالك. لكن اللي عايز يبرر فشله بياخد الناس وراه، يعني مش هيذكر الحقيقه وهيبتدي لا يهمه اذا كان الموضوع ده كده يسيء الى مكانه او يسيء الى الجماهير كلها او المناخ كله، مش مهم مش مهم. لكن عارفين المهم انه زي ما المهندس عادل قال، كل شويه يطلع صاحب راي امين بيحترم جمهوره وبيحترم فكره وبيحترم عقله وبيحترم كونه راجل رياضي. ده كابتن وليد عبد اللطيف، زي قبل كده كابتن سامي الشيشيني، زي قبل كده كابتن حماده عبد اللطيف، زي الكابتن وائل قباني. وائل قباني كابتن خالد غندور عمال يجرجره المناطق، الحقيقه كان واضح جدا وصريح في جزئيه المدرب لما يبقى منتمي لنادي اخر، هل ممكن يفوت مباراه؟ هل يقبل وائل القباني التلميح بهذا الشكل؟ رد الحقيقه رد محترم. وائل القباني مثلا مسك فرقه المقاولين تمام؟ وهيلعب مع الزمالك والزمالك بينافس على الدوري مع الاهلي مثلا. ينفع تطلع على الهواء مباشره قبل الماتش مثلا باسبوع 10 ايام وانت هتلاعب الزمالك، تطلع تقول مثلا ان شاء الله الزمالك ياخد الدوري؟ بشكل عام انا لو ماسك فرقه حتى في الدوري الممتاز وانا زملكاوي ممكن اقول اتمنى الزمالك ياخد الدوري السنه دي، لكن لما اجي العب نادي الزمالك انا عايز اكسب. ما هو بص، السنه النهارده ما تقوليش فاضل 8 9 ماتشات تمام، واجي اقول ايه
انا هلاعب الزمالك الماتش الجاي ولسه بعديه في 8 ماتشات، وانا بقول كزملكاوي انا عايز الزمالك ياخد الدوري، اتمنى ان الزمالك ياخد الدوري. ده بعيد عن الماتش بيني وبينه. طب لو انت بمنطقك ده، طب ما نخلي انت كنت حكم تمام، طب ما تكمل وتحكم للزمالك، مش انت عندك ضمير؟ انا ما كنتش حكم للزمالك. طب ليه مش تحكم الزمالك ليه؟ ما ده مش ما كانش هيبقى طبيعي هنا لجنه التحكيم او رئيس لجنه. طب وليه الطبيعي تبقى مدرب ضد الزمالك؟ لا ده طبيعي. طب ليه؟ ما انت ممكن تخسر من الزمالك، ما انت زملكاوي. ما يكسب ايه؟ ما يكسبني في الملعب، ايه المشكله؟ ما هو ليه بدرجه الشبهات لا لازم تكون تصريحاتك برضو. التحكيم مختلف. لما اجي اقول انا مدرب، يعني معقوله كل اللعيبه اللي لعبت في نادي الزمالك وبقوا مدربين مش هيدربوا عشان مش هيلعبوا نادي الزمالك؟ او مثلا في النادي الاهلي؟ لا طبعا استحاله. هقول لك مثلا كابتن عماد النحاس، الدور الاولاني كسبان الاهلي 2-0 الشوط الاولاني، تمام صح؟ تمام. الشوط الثاني 3-2 في 30 دقيقه للنادي الاهلي، وخلص الماتش 3-2 تمام. بعديها اتمنى فوز الاهلي. مع احترامي من غير ما تسال. عادي يعني شايف التصريح عادي طالما مش اخر ماتش. طيب ما هو نفسه الكابتن عماد النحاس اللي السنه اللي فاتت كسب الاهلي واحد. ما هو نفسه الكابتن محمد عامر اللي خرج الاهلي من بطوله الكاس، الكابتن مختار اللي خرج الاهلي، كل ده حصل. لكن لو هتيجي بقى نمسك على حته المدربين وعواطفهم، كابتن علي ماهر خرجنا وكابتن علي ماهر واخد بالك. لكن لو هتيجي على جزئيه انه مدرب ينطق بامنيته، لا يا راجل، ده الكابتن طارق يحيى قال لك وهو هيلعب الزمالك، الزمالك لو خسر لا قدر الله مني منه كان بيلعب طلاع الجيش، الزمالك لو خسر لا قدر الله دلع. لكن وائل قباني الحقيقه حد محترم جدا في حته دفاعه عن شرف مهنه التدريب للاهلي وللزمالك ولاي مدرب. مش معنى انه يجاهر برغبته او بامنياته لفرقته ده ياثر على امانته في العمل. يعني هو يعني ارجوك حط في اعتبارك انه في امانه وفي ضمير. العمليه مش كده خالص، لا لمدرب اهلاوي ولا زملكاوي ولا غيره. في النهايه في شرف مهنه وفي ضمير وفي ربنا هيحاسبه، كل مدرب عايز ينجح. يعني وائل القباني لو سئل تتمنى الزمالك يكسب ولا لا، يعني ازاي ما يقولش الزمالك؟ يعني اي واحد لعب في الزمالك هيقول لك الزمالك. والكابتن طارق يحيى لما طلع واعتذر لجمهور الزمالك على ان هو كسب. ايوه ممكن دي بعد ما كسبه يعتذر على مشاعر. انما قبل الماتش ما يقول، قبل ماتش معاهم ما يقدرش يقول انا اتمنى الاهلي يفوز. لا طبعا ما هو بيقول لي لما اجي العبه ما اقدرش اقول كده، بس كده. لكن اتمنى له ياخد بطوله. يتمنى له ياخد بطوله طبعا، ده كلام. بس عارفين اهتمامنا بان احنا نكشف كل هذه الامور كان ليها صدى خارجي ازاي؟ لحد كان اتهامات للاهلي كثيرا، لكن لما وضحت الحقيقه قال شهادة مهمة جدا من الخارج. بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. قلنا لكم قبل كده أن واحد من أهداف ملك وكتابة إظهار الحقيقة بالنسبة للنادي الأهلي والدفاع عن صورة النادي الأهلي قبل حتى حقوق النادي، لأن صورة النادي هي المهمة جدا. ولما كان البعض بيحاول يسيء لصورة النادي الأهلي وتصرفات النادي الأهلي وقيمة النادي الأهلي، كان بتبقى وجهة نظرنا أنه تعديل الوضع والرد عليه بالحقائق من شأنه أنه يوصل للناس اللي بره مصر بنحسن الظن بالظبط أن عنده معلومات غلط، وبنقول أنه ربما تكون الصورة واصله له غلط، فبنحاول نوضح الصورة بالمعلومة وبالمستند وبالمنطق وباحترام حتى حقوق المنافسة والزمالة. الزميل عبدالله الكعبي في قناة عجمان قال رأي مهم على الأهلي. النادي الأهلي المصري يصنع الأمجاد في كل وقت وزمان، ماضيه التليد ينادي حاضره المجيد، ويخاطب التاريخ ليبني المستقبل العتيد. هذا هو الأهلي، أعظم نادي في الكون كما يسميه محبيه وعاشقيه. أساطيره يملؤون الدنيا بأمجادهم الغابرة المليئة بالشرف والسؤدة، سواء في الملاعب أو حجر الإدارة. وعندما نتكلم عن أساطير الأهلي نقف عند المعلم الكبير قائد الإنجازات التاريخية
لاعبا ورئيسا الكابتن محمود الخطيب الذي قهر الأزمات بهدوءه واتزانه وقدراته الإدارية المعهودة، وأكيد راسخ مفاهيم الفوز والبطولات لدى الجميع. وأحد أكبر مخارج إدارة الأهلي طبعا التعاقد مع موسيماني المدرب القدير المحظوظ بالأهلي وثقافة الأهلي، وسيبقى الأهلي دوما فوق الجميع. هو الحرص على أن احنا نجيب هذا الرأي بصوت وصورة من الإعلامي الزميل عبد الله الكعبي نوع من الأمانة المهنية. احنا لما كنا بنوجه له ما يشبه العتاب كنا بنوجه له على اساس انه قال كلام مغلوط. احنا قلنا له هنحسن الظن ونقول انك قلته بناء على معلومات خاطئه، ولذلك افرضنا المعلومات امامه لم يكن موقفا شخصيا. فكونه النهارده يعني هو بينصف النادي الاهلي بهذا الاسلوب نقول له لهذا جوعنا الحوار، نناقش العقلاء باستمرار ونخاطب الضمائر الحيه. شكرا استاذ عبد الله. الاستاذ عبد الله الكعبي في نهايه كلامه اشار الى اهميه قرار الكابتن محمود الخطيب بالتعاقد مع بيتسو موسيماني، وقال ان الراجل عامل تجربه هائله جدا ونجاحات كبيره. هذه التجربه الحقيقه الفتره اللي فاتت تعرضت لاختبار سريع. فجأة الأهلي في وقت قاتل يتعادل مع بيراميدز، يفقد نقطتين في سباق المنافسة، الخطأ يجي من حارس المرمى الأول في أفريقيا حاليا محمد الشناوي، تحصل أزمة كبيرة جدا. تبص تلاقي وانشطات الصحف والمواقع كلها سلبية قاتلة قاتمة، لكن الأهلي محتاجش وقت كتير عشان يحصل التحول الكبير. بين هذا وذاك كان هذا التقرير الصوتي عن ردة فعل الصحافة بعد مباراتي بيراميدز وسموحة. طيب بين تحول الأهلي يبدأ النزيف والحق ده هيقع، ثم تبص تلاقي ابتهاج وفرحة وزغروت. قصة كل يوم. يفضلوا مضطرين للإشادة بيك لحد ما تيجي لحظة وعكة يصوروا إن الدنيا انتهت. طيب كانت الـ 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 البطل في الأحداث دي كلها بالذات مباراة بيراميدز المشهد اللي عليه فوكس شوية الشناوي. هنلاقي ما بين كل المنشطات وكل حتى المواقع الشناوي في العناوين كلها وتحميله المسؤولية، لدرجة إنه الأهرام النسائي الشناوي أحدث أزمات الأهلي، وقال لك الشناوي معركة الأهلي. بص بقى الضرب في تحت الحزام، موسيماني يسير ضد التيار ويطلب تدعيم المرمى ببسام، قصة الحضري جوزيه تهدد حارس الشياطين وتوصية بالتهدية من أجل كايزر. كده الكلام معناه أنه موسيماني مش طايق الشناوي، والحقوا هتولي بسام الجون بتاع طلاع الجيش، والحق ده موسيماني بيكرر فعلة مانويل جوزيه مع عصام الحضري. هل ده حصل؟ هو موسيماني ده ساب البلد ومشي؟ يعني ما ينفعش يتكلم؟ طب اهو اتكلم يا سيدي وقال رأيه في الشناوي. You think another one as a substitute? Ah, because we made a mistake. عشان عمل خطأ يعني كان المفروض يجيب. It's not the first one. Which goalkeeper doesn't make mistakes? Mean Harris Mora في الدنيا ما بيعملش أخطاء. Because when you are leading a play good and. Okay, I respect your opinion. أنا بحترم وجهة نظر حياتك، رأيك. I stay loyal to Shinawi because he saved us so many times. أنقذنا فترات كتير. And I want you to ask me the same question. بسألك نفس السؤال. When we win, eh? لما نكسب عليك تسألني نفس السؤال. You must ask me the same question. اسألني فلك لما نكسب. Shinawi will never be happy with you. At the beginning, he said, it's okay. Ali is very good. Ali came and played against Zamalek. كويس ولعب قدام الزمالك وانقذ ضربه جزاء. But Shinawi is number one. بس Shinawi نمره واحد بالنسبه لي. Okay. And he's not number one for
For Ali. مش رقم واحد بس للأهلي. He's number one for your country. للبلد كلها، للمنتخب مصر كله. تمام. البلد كلها. كيف؟ يعني اللي يذهلك إن اللي يسمع هذا المؤتمر ويخرج يكتب هذه المنشتات. يعني ايه الوازع والضمير اللي يخلي واحد يطلع يعكس الحقيقه تماما؟ الراجل منزعج من فكره ان حد بيساله على خطا الشناوي، بيقول له هو في حارس في العالم ما بيخطئش؟ ده مش حارس رقم واحد في الاهلي، ده على مصر كلها. هو انتوا ناسيين كسبنا قد ايه؟ ده كلام تخرج منه وتقول موسيماني يبحث عن بسام وتجربه الحضري وجوسيه تهدد الشناوي. بعد صاحب الشأن ما اتكلم، بعد ما سمعتوه يعني الواحد يقول يا والنبي. ده كلام مش طبيعي. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل قول يا سيد وسمعهم. اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا جو المؤامرات وشفنا اعترافات الناس في لحظة الحقيقة بتبقى عاملة ازاي، لكن هناك كلام كثير بعظمة لسانه. قول يا سيد وسمعهم. حقيقة كابتن سيد عبد الحفيظ بجانب انه عمله كمان كمدير كرة متيقظ جدا وواعي جدا وحاسم جدا وقريب من الفرقة جدا وحل المشاكل كتيرة ومحتوي اللعيبة في جو مستر بيتسو موسيماني، قال لك احنا بنطلع لكل البطولات على كتاف سيد عبد الحفيظ. ده كان تقدير منه رائع لدور سيد عبد الحفيظ، لكن كمان السنس الإعلامي اللي عنده. كان في ضيافة كابتن أحمد حسام ميدو في برنامجه قال كلام مهم جدا للإخوة الزملكاوية اللي بيهاجموه أو اللي بيدعوا فكرة المؤامرة. كلام مهم لسيد نسمعه. من أسباب خروج نادي الزمالك السنة دي من أفريقيا إيه؟ مش مباراة الترجي والمولودية؟ عشان تبين لك بس معدن الأهلي وقيمة الأهلي ومبدأ الأهلي. الزمالك دخل البطولة ازاي يا كابتن ميدو؟ قول لي. هقول لك أنا. يوم 11 أكتوبر السنة اللي فاتت، 11 أكتوبر كنا بنلعب بيراميدز. مظبوط؟ وقبل ست أيام بس من لقائنا مع الوداد سيمي فاينل. ومالناش لا ناقة ولا جمل في الدوري، خلاص خدنا البطولة والموضوع بالنسبة لنا منتهي. تمام؟ أي تفكير في الدنيا يقول لك إيه؟ تلعب بالسكند تيم. حافظ على لعبتك. أنت عارف إحنا لو اتغلبنا من بيراميدز مين يخش دوري الأبطال؟ بيراميدز. بيراميدز مش الزمالك. مظبوط؟ لكن احنا في الاوضه بنقول ايه؟ مع بعض. ماليش علاقه. زمالك يخش، بيراميدز يخش، انا عايز اكسب. انا عايز اكسب. يعني في الدقيقه 31 او 32 كابتن محمود البنا مش عارف مين اللي كان على الفار طرد له عمرو السوليه. تمام؟ ولعبنا ب 10. راجع الماتش ده بص حاله الحرب اللي كان بيعملها، مش عايز اضخم في الموضوع، لكن الروح القتاليه اللي بيلعب بها الاهلي 10 لعيبه، هو عنده سيمي فاينل بعد 6 ايام. تمام؟ وهو واخد الدوري اصلا. بس مش عايز يخسر. اوكي؟ يعني حد مجنون يقول لك ايه؟ يا عم مش مهم اطلع بيراميدز ولا حاجه، انا هخسر لعيبتي ليه؟ لكن انا بلعب على المبدا، لو تعارض المصلحه مع المبدا تمام؟ لا هختار المبدا. هتقول لي طب انت مش عايز تخسر من بيراميدز، السؤال اللي انت قلته ده. طب و2008 مجموعتنا في 2008 في دوري الابطال كانت الاهلي والزمالك ودينامو واسك. اخر مباراه في دور الثمانيه، وخلي بالك بقى كان سته لسه ما فيش 16 ولا حاجه ساعتها، اول وثاني تمام بيلعبوا السيمي فاينل على طول. اوكي، انا بلاعب اسك في القاهره والزمالك بيلعب دينامو هراري في زيمبابوي. لو الزمالك كسب وانا اتعادلت او خسرت من اسك، اوكي، اسك يصعد. الزمالك لازم يكسب وانا اكسب اسك عشان الزمالك يطلع معايا، انا ضامن اول كده كده. كان برضه طريقنا ايه؟ كان كلامنا ايه وتفكيرنا ايه؟ احنا عايزين نكسب، الزمالك ساعتها ما كسبش. فاهم؟ اقصد ان انت المبدا اللي عندنا، انت عارف اللي بقوله لك ده ومتاكد منه، لو انا هلاعب اي فرقه بس في مصلحه فرقه تانية ولا حاجه، انا بدور على ايه؟ الشيء اللي يخصني انا بس. هو الكلام ده ليه بنجيبه وبنبرزه؟ رغم الناس كتير بتقول ما هو اتقال. هو اتقال في حتة تانية بس مش بالطريقة دي في موجهة واحد زي ميدو. عشان تفهموا دماغ النادي الأهلي يا جماعة، كلمة قيم ومبادئ والأهلي مش مشغول بغيره. والله صدقوني الناس كل واحدة وانشغل بنفسه هيصلح حاله،
الاهلي مشغول بالاهلي، لذلك مش شايف غير المكسب والتطوير، المكسب والتطوير عشان يقدر يوصل للاهداف اللي هو بيحققها دي. فاي ادعاء لناس تانية عايزه تتاجر بالكلام لاي اغراض خلاص ورقه التوت وقعت يا استاذ ابراهيم، والناس بقت شايفه الحقيقه من ابنائها، من ابنائها. احنا عاملين كل يوم والتاني العقلاء يقدمون الدليل على ان ما يقال ويحاك عن مؤامرات واستقصاد وبتاع كلام لا يليق باعلام يمثل نادي كبير زي الزمالك. كلام الكابتن سادة وحفيظ في الواقعتين دول مهمين جدا، ارجو ان الجميع يعيهم ويتذكرهم باستمرار. الاهلي بيلعب مع بيراميدز والدوري خلصان. الاهلي لو ما كسبش بيراميدز يطلع تاني ويدخل في افريقيا. لكن ويحرم الزمالك. لكن الاهلي ما بيلعبش لا علشان يخدم الزمالك ولا يضر بيراميدز، الاهلي بيلعب عشان يحترم اسمه. في كل ده الاهلي لا حاطط في دماغه لا مجاملة الزمالك ولا الحاق الضرر بفريق اخر، هو حاطط في دماغه اسمه ومبدأه واحترامه للرياضة وقيمها. انا بلعب علشان المكسب، مين اللي ينضر ومين اللي يستفيد مش بتاعتي. الاهلي يلعب مع اسد في 2008، الاهلي لو اتعادل والزمالك كسب دينامو زهراري يصعد الزمالك مع الاهلي. الاهلي كسب اسك رغم انه الاهلي متاهل ملوش مصلحه، بس مش في حساباته مين اللي يستفيد ومين اللي ينضر. ده الدرس وده المبدا. لكن على ذكر سيد عبد الحفيظ، الحقيقه بعد المباراه الاخيره والفوز الساحق للاهلي على سموحه قال كلام مهم جدا عن ماتش الاهلي وبيراميدز، نشوف. ادينا مباراه كانت كويسه جدا في مع بيراميدز من 48 ساعه، كنا احنا المسيطرين واحنا المستحوذين واحنا الاخطر واحنا الاكثر تهديفا اكثر فرصا يعني، وحتى اضعنا ركله جزاء. لكن هي دي كره القدم يعني، في وش تاني ممكن يجي في اي لحظه يعني. النهارده انت بتتكلم على شخصيه بتفرضها في حوالي 4-5 دقايق بتجيب ثلاث اهداف، سهلوا لك الجيم شويه في الشوط الثاني، ممكن يبقى في حاله تعب شويه بالتاكيد من خوض مباريات متعدده وببطولات مختلفه. لكن في النهايه خلاص انت داخل على ختام البطولات سواء كان محليا او افريقيا، مهم ان انت تركز ومهم ان انت تكسب يعني عشان تواصل مشوارك يعني. يمكن النهارده كان في قرار من لجنه المسابقات بتاجيل مباراه الزمالك والمحله، مالناش ان احنا نعقب عليها، مش بتاعتنا يعني، احنا مش من هوات اللي هنطلع نتنطط ونقول مثلا ليه ومش ليه وما اعرفش ايه، وحته تنظيميه مش بتاعتنا يعني، دي اداره المسابقات هي اللي لها الحق تاجل او ما تاجلش زي ما هي عايزه يعني. لكن انا بقول لك ده قرار احنا هنستفاد منه يعني، بالنسبه لنا احنا هنستفاد منه، لان احنا محتاجين شويه ان احنا نقرب في عدد المباريات. اللي بيبص على الجدول فبيبص في عدد النقاط في فرق، لان في عدد مباريات كبيره فبيدي ارتاحيه، ما بيبقاش في ضغوط، احنا محتاجين ننقل الضغوط دي شويه. كل ما هنلعب وان شاء الله الرحمن ربنا يكرمنا باذن الله ونكسب شويه، هيبقى في عدد النقاط قربت شويه، بتديك انت الافضليه لو خدنا مبارياتنا وكسبناها ان شاء الله الرحمن، هيبقى في حته الضغط دي اللي احنا محتاجينها والحاجات اللي بتديك ارتاحيه في الدوري يعني. سيد عبد الحفيظ لعيب من الاخر، لعيب. لكن على ذكر المباراه بقى، انا عارف ان المهندس عادل ما بيحبش يتفرج، لو الاهلي بيلعب مع اي فرقه قافل وبيتفرج على اي حاجه. النتيجه وصلت 4-0 اخر 10 دقايق، قلت اطمن عليه فكلمته قال لي ها، قلت له انت ما بتتفرجش؟ قال لي لا، وما تقوليش على النتيجه اما الماتش يخلص. قلت له طب النتيجه 4-0، قال لي ايه؟ قلت له 4-0، قال لي لا كده اتفرج. بدات تتفرج، ايه اللي شفته؟ لا انا شفت طبعا، وشفت بقى حاجه، اولا الاربع اهداف اللي جابهم من النادي الاهلي بما فيها ضربه الجزاء حاجه ممتعه جدا جدا جدا. ايوه اجوان جميله جدا وملعوبه جدا. ايوه جدا. ايوه ده حتى الجون اللي اتلغى بتاع حسين الشحات، انا لسه انت هتقول لي احسن جون ايه؟ اللي ما اتحسبش. اللي ما اتحسبش. هذا جون وانا هعتبره اتحسب. لان هذا الجون لازم ياخد، باين كان اوفسايد من اخيره، ما لناش دعوه. انما القدره الجون ده فيه خمس حاجات يا استاذ ابراهيم. الجون ده احسن يعني، لو سالوني في اي لحظه احسن جون شفته في حياتك هقول لهم الجون ده. للدرجات؟ ايوه هقول لك ليه. في خمس قرارات. التمركز، الانطلاقه، التوقيفه، القرار، احساسه بالمكان، هو حاسس ان في حد بيجري جنبه، راح لعبته اللي بيحبها دي. طيب بعد ما رفعها يعمل ايه؟ اي واحد تاني هيروح منزلها على الارض شايط. رافعها وعارف هيعمل ايه.
شوف مش ممكن يا جماعه. ده جون ده بتاع ابراموفيتش. اجوان ابراموفيتش. هذا هدف حرام انه يتلغي. وحتى لما خبراء التحكيم جابوه هو ظل وشه هو الاوفسايد. ليه؟ شوف شوف القرار. هو مش لقاها كده فراح لعبها. هو عارف انه هيعملها كده ويلف يلعبها كده. حاسس بالجون فاضي، حاسس بالراجل اللي جاي وراه، حاسس. فهذا جون فيه كميه ابداع. يا سلام يا سلام. هو الحقيقه حسين طول المباراه يعني، لا هو دي اللي بتحب تخليه عنده لمسه وتصرف لا لعيب من طراز مختلف طبعا. علي معلول وقرار تسديد ضربه الجزاء وانه يروح لبيتش موسيماني مباشره طبعا، في امتنان منه من الراجل. شوف اداله الفرصه انه يخرج مثلا. انت بتقول الماتش شايفه ازاي؟ موسيماني يصمم على الشناوي ويلعبوها في تايم، وبعدين بفكر لبكره وبعده يدي علي لطفي، يدي علي لانه هيحتاجه بعدين. علي معلول لا شوط تاني واخد بالك، كهربا واجاييه، وكهربا واجاييه، وكهربا جاب جون جميل جدا. وانا اعتقد عشان كده الناس اتخضت وابتدت تلسن على الاثنين دول، لان كهربا واجاييه لو فاقوا الله عليه. اوبا كهربا واجاييه الله عليه. للمهندس عدلي الف سلامه عليه، دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي دوما ان شاء الله. تصبحوا على خير.